طيب، ينضم إلي الآن المحلل السياسي ماك شرقاوي. سيد ماك، يعني خليني في البداية أسألك، هذا التواصل اللي تم ما بين الولايات المتحدة والصين بعد مناكفات عديدة، كيف قرأ؟ هو ما فيش شك ان هناك الكثير من نظريات المؤامرة، ولكن الرئيس دونالد ترامب في مكالماته مع رئيس الصين زي شي هي لوضع يعني نقاط التعاون في هذه الأزمة التي الآن تجتاح العالم كله، وليس فقط الصين في ووهان أو في الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من 150 دولة النهاردة تفشى فيها هذا المرض وبأرقام مرعبة، يعني طبعا وباء عالمي، 140 ألف مسجل، 29800 ماتوا. الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة بتتصدر هذه الأرقام ب 111600 و 1850 وفاة. تمام، العالم كله ينظر إلى الأمر بمنتهى الترقب. طبعا بننحي كل الخلافات جانبا، وهذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب، أنهم حتى لن يتحدثوا في الاتفاقات التجارية، وأن الصين تلبي يعني التزاماتها بشراء 250 مليار من البضائع، منها 50 مليار من المزارعين الأمريكان. كل الكلام ده طبعا محطوط على هولد، محطوط على يعني الانتظار حتى يعني نجد الوسيلة للتعاون. وسيلة التعاون أعتقد أنها من خلال المعلومات، من خلال الأبحاث الطبية التي تشارع فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتسابق الزمن للوصول إلى مصل لهذا المرض، هذا الفيروس البعيد، وأيضا علاجات. أيضا هناك الكثير من العلاجات الآن يتم تجربتها على المرضى. وعندما سئل الرئيس دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي يعني كيف نجرب أدوية بتركيبة معينة بدون الوصول الى السلامه يعني والامن، قال له احنا بنجربها على ناس هم اقرب الى الموت منهم الى الحياه، فلو عاشوا يبقى احنا يعني عملنا خير، ولو لا قدر الله لم يفعل العقار مفعول فيبقى احنا عملنا اللي علينا. فاعتقد ان احنا النهارده دخلنا في استثناءات يعني طب الحروب، وهو الاف دي اي الولايات المتحده الامريكيه. طيب، اي عقار عشان ياخد ترخيص بياخد من سنه ونص. طبعا الاف دي اي ادت يبقى هنا 48 ساعه اتكسرت القاعده او الطريقه المعمول بيها في عمليه تجريب اي عقار جديد زي ما حضرتك بتقول. بس كمان مهم نعرف ليه بعض الولايات ما مدتش يد العون لنيويورك والقطاع الصحي في أمريكا بشكل عام، كيف تعامل مع المشهد؟ لأنه مثلا نيويورك من أكثر الأماكن المتضررة، كانت شايفة أنه بعض الولايات أغلقت على نفسها وعلى ما تملك من معدات ولم ترسلها لنيويورك. اعتقد ان كل الولايات الان يا استاذه اماني بتسارع والزمن ويعني بتتسابق على الحصول على احتياجاتها الطبيه لمواجهه الازمه. احنا اتفاجئنا من يوم وليله ان احنا عندنا نظام صحي متهرئ في الولايات المتحده الامريكيه، 920 الف سرير و160 الف فنتليتور بيخدموا 325 مليون امريكي. اعتقد ان الان الرئيس دونالد ترامب بالامس صح على قانون الانتاج الحربي اللي بيسمح للاداره الفدراليه انها توقف انتاج المصانع وتجبرهم على وضع خطوط انتاج للازمه، فبدا بالفعل الانتاج من 10 شركات لانتاج الفنتليتورز، وفي خلال من 90 ل 100 يوم هيكون في 100,000 فنتليتور جاهزين يضافوا الى ال 160,000 الموجودين. هل ده يرد الرغبات؟ بالتاكيد لو تم الانتشار بهذه الطريقه لن تكون مجديه، ولكن نحن نسابق عجلات الزمن، نسابق عقارب الساعه حتى نكون على اهبه الاستعداد لهذا الفيروس الذي اعتقد احنا اخذنا الموضوع بسهوله وبميوعه في بدايته، وكان على راس الموضوع الرئيس دونالد ترامب عندما كان يتحدث باستهتار حتى بدايه هذا الشهر في مارس، عندما تنبه ان الازمه فعلا حقيقيه وانها سوف تتيح بالكثير من صحيح. الامريكان في الولايات المتحده الامريكيه بدات الان نتصارع، ولكن اعتقد لو كنا بدانا من بدايه شهر يناير عندما كانت هناك معلومات مخابراتيه من المخابرات الامريكيه على مكتب الرئيس ان هناك فيروس وهناك خطر داهم ووباء سوف يجتاح العالم ولم نتخذ الحيطه في ذلك الوقت، اعتقد اننا يعني نتجرع الان يعني فرق التوقيت، ولكن صحيح الله ينور عليك. اعتقد النهارده
ان يعني سوف ندخل في مرحله التدخل العسكري قريبا جدا لاحكام السيطره. فلوريدا الحاكم اصدر قرار بالكورنتين يعني الحجر الصحي المنزلي. يعني بشكرك، سامحني الوقت خلص والمعلومات اللي بتقولها معلومات دقيقة بالفعل جدا. بشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي السيد ماك شرقاوي.